اهلا يا فطوم، نورت القصر. انت هتقعدي معايا هنا لغايه ما الحكايه تهدى. اتفضلي. انتوا بقى فتحوا عينيكوا كويس، حوطوا القصر من كل ناحيه، اي حد يهوب تخلصوا عليه من غير تفاهم. اتفضلي يا فطوم. فطوم دي هي اللي قتلت اخوك يا عبد الغفار؟ مش هي لوحدها، فيه اللي ساعدها. الحكايه اتعرفت خلاص يا ابو الحاج. هما ثلاثه، الولا البكري ويوسف ابن المرسي وشعبان ابن هنيه المشطه. ايوه بس كل ده هيفضل كلام كلام ومعلوش اثباتات. وانا مش محتاج اثبات يا ابو عبادر. وبصراحه بقى تكفي عليك لحد كده. اللي تقتل يبقى اخويا. مش اخوك وبس، لا، علي ده ابني. لو كان ابنك بصحيح ما كنتش حاطينا جنبك لحد دلوقتي، حاطين ايدينا على خدودنا زي النسوان. يلا يلا انت وهو. وانطلقت شياطين الجن تعربت فيك يا كفر عسكر. كانت أيام صعبة عدت على الكفر كله. في الأيام دي ما كانش حد آمن على حياته خالص. طارت النبابيت في قرنوس وسقط منهم ضحايا ومننا ضحايا، وتعطلت المصالح ونزف الدم من العيلتين. كانوا كتير ولاد عوض، شمارخهم طايشه ما تفرقش، تتيح في كل ناحيه وتعور. اتجمعوا حوالينا ضيا فضال ودوروا على البكر، لكن البكر كان اختفى من الكفر خالص. اتجمعوا واتكسروا وهجموا على سرايه ابويا هارون لما عرفوا ان عمتي فاطمه هناك. كل ايام هجموا على السرايا، ما وقفهمش غير طلقات البارود. اضرب. ودي كانت اول مره تنطلق في كبار هذا الكفر عسكر. انت لسه شفتوا حاجه؟ بارود. ايوه يابا، بارود. وفي حد اتصاب يا بروم؟ حسنين ابن السعيد اتصف كتفه وشالوه على الاسبتالية، ومروان ابن سعاده بين الحياه والموت. تاني يوم على طول كانت العسكر سارحه في شوارع الكفر. لسه وصل لي دلوقته. احنا هنحتاج المكتب بتاعك لحد الامور ما تهدى والقفر يتقدم يا عمده. حاضر حاضر يا شاويش عرفان، حاضر. احنا تحت امر الحكومة. تحط لي في المكتب سرير. طب المضيافة موجودة. لا لا لا، خلي المضيافة دي للعساكر يريحوا فيها. حاضر حاضر يا شاويش عرفان. بقولك يا عمده، ايوه، مفيش خروج من بعد صلاة المغرب من البيوت. ايه؟ طب خليها بعد صلاة العشاء. لا 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 لا، الأوامر جاية كده بعد صلاة المغرب. صلاة العشاء دي بقى يصلوها في بيوتهم. حاضر يا شاويش عرفان، نقول لهم. بقولك يا عمدة، ايوة، اوعى حد يخرج بعد صلاة المغرب، اللي هيخرج هيتضرب بالنار عدل، مفيش هزار. حاضر، نقول لهم الكلام ده، بس يعني بخصوص ضرب النار والبارود ده، يعني ما حدش بلغكم ليلة امبارح ان حصل ضرب نار في القفر؟ بلغنا يا عمدة، وهنتصرف ان شاء الله لما يجي سيادة المأمور. امباشا صابر. نعم يا فندم. دور العساكر على بيت العمده. حاضر يا فندم. الشمال دور بعد ادال مارش. ااا
الكام عسكري دول هم اللي هينيموا الكافر من المغرب؟ الزهر عندهم نقص في العساكر يا مدندش، ما تتطوع وتساعدهم. مين اللي يتطوع؟ انت. اني؟ ايه؟ يا ناقصة. ربنا يكفينا شرهم. قول لي الأول أخبار الطبيخ عندكم في الدار إيه؟ أنا مش عارف. تعال نروح ورزق ورزقك على الله. يلا. يلا. وأنت لسه شفت حاجة يا فطوم؟ داني في دماغي دي لسه أفكار ياما الكفر عسكر. الغدا جاهز يا باشا. طب ياما الساعد. اتفضلي يا فطوم. اتفضل يا بهارون. إيه حكاية يا بهارون دي؟ أبا هارون دي قدام الناس وبس، إنما بيننا وبين بعض هارون، هارون وبس. خلاص اتفضل. لا اتفضل انت الأول. في البلاد المتنورة ليديز فيرست، يعني الستات دايما قدام الرجالة. اتفضلي يا هانم. هو احنا هناكل على الترابيزة برضو؟ قلت يا أمار احنا لازم نتعود بقى. أحفاد الشلبي لازم يتعودوا على كده، ياكلوا على ترابيزة السفرة وبالشوكة والسكينة. كله الذي ده انت لما تقطع من جدتي حتة ما كلش الا بايدي. متوحشة يا فطوم. يعني اهدي بقى. يعني عجباني. ايوه يا عيوب. البوليس وصل الكفر يا باشا. كويس قوي. المعمور وصل؟ لا لسه ما وصلش، بس بيقولوا انه جاي وناوي يفتش القصر. يفتشوا زي ما هم عاوزين، مش احنا جاهزين؟ جاهزين يا باشا. خلاص خلينا بقى نكمل اكلنا براحتنا. ابا هارون ابا هارون الحقني يا ابا هارون، احب على ايدك احب على ايدك يا ست فطوم ابني شعبان. في ايه وليه انت؟ انت مين؟ دي هنيه ام شعبان. اه ماله شعبان يا هنيه؟ ايوه يا ست فطوم خايف ومرعوب. وانا كمان. خايف من ايه بس يا وليه؟ الحاج مرسي سرب ابنه خارج الكفر، وابويا فضالي سرب ابنه هو كمان، ما فضلش غير شعبان. طب ما تسربيه انت كمان. اسربه فين يا باشا؟ احنا غلابه وما لناش غير الكفر وما نعرفش حد براه، اسربه فين؟ البركه فيكم انتوا بقى. على كل حال البوليس نزل الكفر وهيظبط كل حاجه، ما تخافيش. ما خافش زيك بيرنا، ده انا ما حدش في الدنيا غيره. خلاص بكره نسربه لك احنا. يا سنه سوخه، هو انا لسه حصلنا لحد بكره يا كبيرنا؟ يا وليه بقول لك البوليس موجود في الكفر ومحدش هيخرج من بيته بعد المغرب. ايوه احنا سمعنا كده كمان، بس يعني هم اولاد عوف هيسمعوا الكلام. اللي هيخرج من داره هينضرب بالنار. ها استريحتي؟ ايوه يا باشا، بس انا خايفه قوي. ما تخافيش يا هني، انا بكره الصبح هبعت عربيه ابا هارون تجيب ابنك ويتدرى هنا في وسطينا. ربنا يخليك لينا يا اميره يا بنت القمرة. تعالي عودي بقى كلي لك لقمة. ايوه بس مش هنا، ودوها المطبخ وقدموا لها تاكل هناك. اتفضلي يا فطوم. لا بالشوكة والسكينة. ايوه اهو كده. كنا بنقول ايه بقى يا فطوم؟ انت اللي كنت بتقول. كنت بقول يعني ان التوحش بتاعك عجبني. واني سألتك يعني ايه؟ ما تتجوزيني يا فطوم. انا هقعد هنا في القصر وانتي تيجي تقعدي معاي، ونعمل مملكة ولا مملكة الشلبي، ونعمل اللي احنا عاوزينه بقى. ايه؟ طب والراجل اللي في عصمتي ده؟ ما تطلقيه، انا عرفت انه مش من مقامك. هعمل ايه على امل اني خلف لي منه حتة عيل؟ ايه؟ بقى لما تخلفي من الجعر دي ولا لما تخلفي من هارون؟ في غناوة نسوان الكفر هنا بيغنوها. غناوة؟ ايوه عارفها يا بهارون؟ لا معرفهاش. ما انتاش خيالي يا ولا اه يا ولا، ما انتاش على بالي لو النبي. بقول لك نفسي اخلف حتة عيل، اقوم اتجوزك انت؟ طب قولي كل يا فطوم بالشوكة والسكينة. يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا يا ألف مرحبا. أهلا أهلا سعادة الباشا، نورت القصر. تسمح لي يا هارون بيه نفتش القصر؟ على عيني وراسي، بس يعني
عشان اتنور. حضراتكم هتفتشوا القصر على ايه؟ على سلاح وناس اغراب. عندني. مستحيل. مع ذلك القصر قدامكم، اتفضلوا. فتش القصر وجميع ملحقاته. اتفضل. سلام يا فندم. ورايا. طيب على بال ما يفتشوا على راحتهم، تسمح لي سعادتك اعزمك على فنجان قهوه؟ مفيش مانع يا هارون بيه. اتفضل. اتفضل يا سعاده الباشا. يا اهلا وسهلا. اشرقت الانوار. اتفضل يا سعاده الباشا. تشكر. ما بدخنش يا هارون بيه. هافانا يا باشا، بيجيني مخصوص من كوبا. يا سلام. امال يا سعاده الباشا، مش بس السيجار، انا بيجيني اندر انواع الكافيار بالبحر الاسود من روسيا، واندر انواع السوموم في مي والنبيت المعتق من فرنسا. مش بس كده يا سعاده الباشا، الويسكي بيجيني من اسكتلندا. الله، ده انت دولي بقى يا هارون بيه. امال ايه يا سعاده الباشا، انا ايه؟ اعظم رجال في العالم اصدقائي، علاقتي بيهم كويسه قوي. طيب تسمح لي بسؤال يا هارون بيه؟ اتفضل سعادتك. ايه اللي مخليك قاعد هنا في كفر عسكر؟ ايوه، جتني على الجرح يا سعاده الباشا. كفر عسكر دي بلدي، بلد جدودي، وسعادتك عارف كويس قوي ان مهما الانسان لف، مهما تغرب، ما يقدرش يسيب اصوله، لازم يرجع لجذوره. انا يا سعاده الباشا خرجت من مصر بعد الحرب الاولانيه، لفتها شرق وغرب، ما لقيتش زي مصر، عشان كده رجعت كفر عسكر واشتريت القصر ده على حدوده عشان اقضي فيه الايام اللي باقيه في عمري. واضح انه قصر عتيق. ايوه، امال ايه يا باشا، ده تاريخه يرجع للملك الشلبي. تمام يا فندم، ما لقيناش حاجه خالص. دورت كويس؟ دورنا كويس قوي في القصر كله وجميع ملحقاته وما لقيناش اي حاجه. طب خد القوس بقى اللي بره. تمام يا فندم. يا هارون بيه، انا عايز اعرف صوت الرصاص اللي اتضرب من هنا، عايز اعرف اتضرب منين بالظبط. الله اعلم يا باشا، بس انا ما اخبيش عليك بقى يا سعاده الباشا، ان انا اول ما سمعت الرصاص طلعت جري جري استخبيت في القصر. ايوه امال، العمر مش بعزقه يا باشا. اللي حداه بندقيه في الكفر هو عبد القادر عوف يا باشا. انت هنا؟ ايوه يا باشا، بنت عمي هي شلبية وانا شلبي، وجاية تزورني. جاية تزورك ولا تتحامى فيك يا هارون بيه؟ هو في مانع يا سعادة الباشا؟ أنا على كل حال ابن عمه وكبير العيلة. لا مفيش مانع، بس يكون في علمكم مفيش خروج من بعد صلاة المغرب. يعني إذا كنت عايزة تروحي يا دوبك تلحقي. أما أنت يا هارون بيه، أي خروج عن القانون أنا هقابله بشدة. أنست يا باشا. خليك يا هارون بيه، أنا عارف طريق كويس. ظاهر إن المأمور ده مش هيقدر يشتغل معانا كويس يا بطل. ظاهر إنه لازم يتغير. تقدر تغيره؟ نحاول، مش هنخسر حاجة. لكن قول لي، الناس والسلاح اتخافوا فين؟ تحت تعطي الأرض يا فطوم. يا سعادة الباشا، البارود ده احنا ما نعرفوش، ولا عمرنا احنا ولا أهل الكفر استخدمناه لغاية ليلة امبارح. الشومة هي السلاح الوحيد اللي احنا نعرفه، ودي النفر مننا بيتسند عليها ووقت اللزوم بيدافع بيها عن نفسه. بيقولوا ان الشومة بتاعتك مبروكة، مسمينها الحجة يا باشا. وهي حجة فعلا؟ الحمد لله، زارت الحجاز عند الرسول عليه السلام مع جدي الحج ابو زين الله يرحمه. وبيقولوا كمان ان الخبطة منها والقبر. نحمد الله
الشومة دي عمرها ما بدت بالعدوان. تمام يا حبيبي، ما لقيناش حاجة خالص. طب خد القوة واسبقني على دوار العمدة وأنا هحصلكوا على هناك. حاضر يا فندم. معلش يا حاج عبد القادر، كان لازم نتأكد من نفسينا. دي حقك يا سعادة الباشا، بس بعد إذنك عندي سؤال. مفيش أخبار عن القضية بتاعتنا؟ القضية بتاعتكم خلاص خرجت من إيدينا، هي موجودة دلوقتي في المحكمة، بس بصراحة هي لابسة المرحوم كل الأدلة ضده، ده كلامه كل النيابة. نيابة إيه بس يا باشا؟ دي الواد دي غلبان، دي عامل زي البنت البكر، والله ده عمره ما طلعت من حنك والعيبة. القانون أعمى يا حاج عبد القادر، ما يعرفش غير الدليل والبرهان. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني دم الواد راح هدر كده؟ إلا إذا ظهر دليل جديد يكشف الحقيقة. دليل جديد؟ طيب ولو ظهر الدليل دي تتحل يعني ولا برضو هنستنى المحكمة؟ لا طبعا، لو فيه دليل جديد هتتفتح ملف القضية من تاني. انت في تحت ايديك حاجة؟ ربنا يسهل يا سعادة الباشا. بس يكون في معلومك يا حاج عبد القادر، احنا جايين هنا عشان نسيطر على الامن، واي حاجة هتخل بال سعادة المأمور، احنا اول ناس يحترموا الامن. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة يا سعادة الباشا. السلامة. صالح ولا صالح؟ ايوه يا سيد. انا عايز اقولك حاجة كده، بس مش عارف هتطلع ناصح وتعرف تعمله ولا لا. انا ناصح بجد وانت عارف، بس قول بس انت عايز ايه. طيب اشوف. قولي، هو انت تعرف فين الضرب بتاع تانية المشط؟ ايوه اعرفه. ولا اقولك بلاش؟ بلاش ليه يا سيد؟ ايوه تلاقيك عايز تعرف اذا كان شعبان ابنها هناك ولا فربوه زي يوسف والبكري، مش صح كده؟ بروح عليك يا ولد، ربنا ينور نفخك. طب قول لي انت تقدر؟ الا اقدر، دي بسيطه قوي يا سيد. طيب بس افرض الشلبيه شافوك وانت هناك يم الواطيه. ما تشوفوني، انا هاخد الطياره بتاعتي واروح طياره هناك، حد شريكي؟ لا. طب انا اقول لك على حاجه تاني، انت لف من ورا من ناحيه الغيطان عشان ما حدش يشوفك خالص. ما تخافش يا سيد، بقول لك وحتى لو شافوني ما انا عيل وبلعب. طب انا عندي كمان شرط، لازم تكون عندي هنا قبل المغرب ما يدن. عارف ليه؟ ايوه عارف، لان اللي هيخرج من داره بعد المغرب العسكر هيطخوه بالنار. ربنا ينور لك مخك، ربنا يحميك يا ابني. طب يلا اتكل على الله روح اموتك. يلا ربنا يحميك يا صالح يا ابني. يا ابو العمده يا ابو العمده، النهار مش فايت، انت لسه نايم؟ ايه يا ولد؟ ايه في ايه؟ هو الواحد ما يعرفش يأيل في البيت ده؟ فيه ايه؟ الهجاله وصلت البلد. الهجاله وصلت البلد؟ يا نهار اسود. بتنورها ليه يا راجل انت؟ انت مش عارف ان في حارس تجول؟ اطفيها اطفيها وروح. حاضر. يلا يا شوق، يلا ندخل الحاجة جوه. ايه
ايه؟ طالك بكرباجو؟ لا فيت هربت منه. طيب عفرم عليك. المهم شفت الولا شعبان؟ ايوه يا سيد، كان قاعد في دارهم وسمعت امه بتقول انهم هيهربوه الصبح. ايه؟ يهربوه الصبح؟ ايوه يا سيد بقول لك، وكمان بيقولوا ان في عربيه هتيجي تاخده الصبح وتهربه. تهربه؟ بس بروح عليك يا فارم، تعال معايا. وبعدين وبعدين شو في الحال دي؟ هما مش عايزين ينكشوا من هنا ولا ايه؟ يا ساتر يا رب. مين؟ انا خلف يا بعب سطاح. خلف مين؟ ابن عوض شلبي. وعايز ايه يا خلف يا ابن ابوك عوض شلبي؟ عاوزين تلقيم شاي لحسن عنده صداع ومش عارف ينام. ان شاء الله عنده ما نام. وبعدين الشاي بيزود الصداع. اجري يلا اجري اجري تخمد انت كمان. يا عب قادر، رايح فين الوقت؟ يعني رايح أصلي الفجر في الجامعة. نام انت. نام. Thank you.
الله الله الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أنت يا راجل أنت تعمل إيه؟ الله يخرب بيتك. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة. احنا ننوم الناس وانت تصحيها؟ هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. روحوا انتوا، ما حدش يخرج من بيته، انا قاعد هنا مستني لغايه ما ينزل. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله اكبر الله اكبر. أني في عرضك يا أبو عبد القادر، أنا ماليش ذنب، والله العظيم ماليش ذنب. أمال الذنب ذنب مين يا كلب؟ عمتي فطوم هي اللي دبرت، ويوسف والبكري هما اللي جرجروا على الواطية. يا سلام، فطوم ويوسف والبكري، أمال أنت عملت إيه؟ أني كان الاتفاق إني أضربه بالبلطة، فدخلت الدار عشان أجيب البلطة، خفت ما قدرتش، خرجت من الدار لقيته سايح في دمه. والكلام ده حصل فين يا ولد؟ في الوطية قدام أهل الحارة كلاتهم. قدام أهل الحارة؟ أمال إيه اللي دخلوا جوه؟ عمتي فطوم هي اللي قالت لنا ندخلوا جوه. طب أنت مستعد تقول الكلام ده قدام البيه الظابط؟ أقول يا أبو عبد القادر، بس تحميني. مش أنا بس اللي هحميك، لو قلت الحق البوليس نفسه هيحميك. خليك قاعد مكانك هنا، اوعى تحاول تتحرك، انا هقفل الباب. خير يا حاج عبادر؟ ايه اللي جابك الصبح بدري كده؟ موضوع مهم يا سعادة الباشا، ومهم قوي كمان. خير ان شاء الله. الاثبات اللي سعادتك طلبته مني واللي بيثبت ان المرحوم علي بريء. وفين الاثبات ده؟ موجود عندي يا سعادة الباشا، وانا متحفظ عليه وفي مكان امين. انا عايز سعادتك تيجي تشوفه بنفسك وتستجوبه كمان. استجوبه؟ بني ادم ده؟ امال ايه يا سعاده الباشا؟ ده واحد من اللي اشتركوا في قتل علي الله يرحمه. انا هحكي لك كل حاجه في السكه، بس يا ريت سعادتك تستعجل شويه عشان نلحق نروح. اتفضل يا سعاده المامور. اتفضل. ايه ده؟ الباب مفتوح. ورايا.
ها سبت اي اثر؟ لا يا باشا ما تخافش. حلو قوي، ادخل انت كمان شوف لك لقمه تاكلها. طب وام؟ ام مين؟ ام شعبان دي هتتجن لما تعرف ان عبد القادر هو اللي خطفه وقتله، هتتجنن اكتر وجنونها هيقلب الناس عليه. دي ضربه معلم يا فطوب، ما يعملهاش غير عمك هارون. يا ولدي يا كبدي، قتلوك وانت في عز شبابك يا ضنايا، منك لله يا عبد القادر يا حب، منك لله يا ولدي يا ولدي. طالت ايام العراك مع اولاد عوف، كنا فاكرين ان البارود اللي جابه الجد هارون من البراري هيخوفه، لكن اللي حصل انهم جابوا بارود هما كمان. وفي الايام دي الكفر حاله اتقلب، مفيش ليلة تعدي من غير ضرب نار ولا حرق تولع ولا مواشي تتسيري، وعساكر الهجانة مش لاحقة تعمل حاجة. اتنصبت العركة اكتر. يعني انت مش عايز تعترف يا عبد القادر انك سميت الراجل وقتلته؟ فضلوا يحققوا مع سيد عبد القادر اكتر. انت هتعترف. وقال ولاد الشلبي للحكومة ان هو اللي قتل شعبان، وكان عاوز يقتل البكري ويوسف ابن المرسي، وقبل كده قتل المنصور شلبي، وان هو اللي ورا كل مصايب الكفر. لكن التحقيق ما جابش النتيجه اللي كانوا عاوزينها ولاد شلبي. احنا بقالنا 5 ساعات بنحقق معاك، لازم هتعترف، ومش ممكن تفلت الجريمه دي ابدا. الجد هارون كان عاوز يشعل الحكاية ويوصلها الحرب بين ولاد عوف وولاد شلبي، وكان رأيه إنها مرة ونخلص، ودي إحنا معنا السلاح والرجالة موجودين. دلوقتي القضية تركزت في عبد القادر نفسه، يعني لو خلصنا منه ولاد عوف هيجوا هنا ينخوا ويركعوا. إيه إيه، طب ما أنتم حاولتم تتهموه بقتل شعبان وما نفعش، والنيابة طلعته. خلاص نخلص منه، ننتهي منه. ازاي؟ طلقتيها في الظلمة، وهو السلاح بقى في ايديهم زي ما هو في ايديني، ويضيع دمه. خلصت كلامك يا بهارون؟ الكلام ما بيخلصش يا مرسي، ودي احنا بنتناقش. ايه رأيك انت؟ رأيي؟ رأيي ولو ان قتل عبد القادر ما هو السهل، لكن هتكون في نهاية ولاد شلبي في كفر عسكر لحين تقوم الساعة. ازاي يا مرسي؟ انا اقول لك ازاي يا فطوم. عبد القادر هو كبير ولاد عوف، وهو الوحيد اللي فاضل مديل القديم اللي حضر بداية وجودنا في كفر عسكر. ابراهيم اكبر منه. ابراهيم غلبان طول عمره عايش في ظل اخوه، لو قتلنا عبد القادر دلوقتي هيتحول لبطل، هيتحول لشهيد، ولاد عوف كلهم هيبقى كل واحد فيهم عبد القادر تاني. يسلم فمك يا ابن عمي. اسكت انت يا عبد الستار. يسلم فمك يا بنت عمي. كمل يا مرسي. الحرب اللي بيننا وبين ولاد عوف كل ما تطول، كل ما يفوقوا نفسهم، كل ما ينسوا خلافاتهم ومشاكلهم. خدوا بالكم، دول دلوقتي اشتروا بنادق، دول اللي عمرهم ما استعملوا غير النبوت والشومة. أمال أنت شايف إيه يا مرسي؟ أنا شايف إن إحنا نصطلح. نصطلح؟ نصطلح بعد اللي عملوه فينا؟ ده لا يمكن، أنا مش موافق على الكلام ده. يسلم فمك يا عبد فضيل. أنت بتقول كده عشان ضربوك يا عبد فضيل. وهم ضربوني أنا لوحدي؟ ما هم علموا على أولاد الشلبي كلهم وسرقوا بهايمهم. وإحنا كمان ما سكتناش، إذا كان هم ضربوا بالشوم والنبابيين، إحنا ضربنا بالبارود. وان جيت للحق بقى، احنا ما احناش قدهم. لا احنا اقوى منهم يا مرسي. بولاد الجرايده وبالسلاح. السلاح سوق مفتوح للكل، اذا كنا احنا جبنا هم جابوا وهيجيبوا. طب انت شايف الصلح يكون ازاي يا مرسي؟ احنا اللي نبتدي.
كمان مستحيل، ده تهريج يا مرسي. يا ابو هارون احنا لو ابتدينا بالصلح هيبقى شكلنا احسن، خصوصا بعد الدنيا ما ولعت، وهندي فرصه للناس الكبار اللي في المركز والمديريه انهم يقفوا جنبنا ويساعدونا. ومش بعيد يا ابو هارون انهم ينقلوا العموديه من ولاد عوف لولاد شلبي. يسلم فمك يا ابن عمي اللي تشوفيه. واني مع المرسي في كل كلمة قالها. سلامتك من التنهيد يا ابو عبد القادر. ما تصلي على النبي امال. الف صلاة عليك يا نبي. انت من يوم ما رجعت من المركز والتحقيقات وانت قاعد لوحدك وبالك مش رايق. ما كنتش اتصور انهم يعملوا كده في ابنهم. ده ابنهم يا باي يا كبر. كله من اللي اسمه هارون جاحد القلب ده. انا عارف سقط على الكفر من انهي داهيه، بس المساله كل ما ده بتتدهور وبتتهبب. البارود ملك كفر وناس كتير غلابة هتروح في الرجلين. طب وهو المأمور بجلالة قادر دي مش قادر يعمل لهم حاجة؟ المأمور والنيابة لهم الورق، وولاد شلبي مستفين ورقهم ومتحضرين على الآخر. السلام عليكم. ازيك يا ابو عبد الله وبركاته. اهلا. ازيك يا عم حسين؟ ايه يا مرحب. ما تقوم يا مدندش تخليهم يعملوا لنا براد شاي وتجيبه معاك وانت جاي. طيب انا هقول لهم على الشاي واشوف صالح يجيبه معاه، اصلني وراه مصلحه كده هقضيها. يكون اصلح برضه. طب بالاذن يا ابو عبد القادر. طيب يا حسنين ماشي. جي كده يا ابو غفار يا اخي، انت ما فيش فايده فيك، الواد غلبان. معلش يا ابو عبد القادر، الكلام اللي هنقوله مهم، مش لازم يخرج بره قبل ما نتفق. كلام ايه ده؟ خير؟ ولاد شلبي طالبين الصلح. عبد الستار قال لفتحك في الموضوع. طالبين الصلح. طيب وانت ايه رايك؟ ايه رايي؟ لا طبعا. وانت ابو الرومه؟ هما اللي بدأوا يابا مش احنا. طيب هو احنا لغايه دلوقتي راح مننا كم نفر وهم راح منهم كام؟ منهم خمسة ومننا ثلاثة. علي لوحده بيهم كلهم. ده أكيد. بس أنت كده نسيت تحسب المنصور. هم نفسهم قالوا إنه مات بالقلب. ده غير إن أنتوا كمان حاسبين شعبان، وشعبان هم اللي قتلوه مش إحنا. طيب هو أنت جبت كام بارودة؟ اتنين ومص على ثلاثة. يبقوا خمسة. طب الأهم دلوقتي، أنت أرضك أخبارها إيه؟ هيكون أخبارها إيه يعني؟ هي مرمية. مرمية؟ المهم جهزتها لزرعة القمح. زرع إيه بس اللي هفكر فيه يا أبو عبد القادر؟ لا إله إلا الله. الشاي يا سيد. طب هحطه يا صالح وتعالى عود ريحين، حطه عندك. بسم الله عليك. تعالى يا حبيبي. على في حضني هنا عشان تسمعني واسمعوني انتوا كمان. اسمعني يا عبد الغفار، فتح ودانك. اسمعني انت كمان يا برومه، وانت ولا صالح اسمع وافهم. احنا عندنا حاجه مهمه لازم تفهموها مني، كلمتين حطوهم في بالكم وحرصوا عليهم. انا مش هعمر لكم، انتوا لازم تحفظوهم صم. بعد الشر عليك يا ابو عبد القادر. كلمتين ايه دول؟ البلد دي بلدنا، والارض دي ارضنا، وولاد شلبي دول بيتنططوا. بس ولاد شلبي دول صنفين، مش صنف واحد. صنف منهم فلاحين غلابه عايزين يعيشوا زينا وياكلوا عيش، ودول مفيش منهم خطر.
إنما الصنف التاني ده هو الخطر، ودول اللي جابوا البارود هنا في الكفر، ودول اللي بيحاولوا يسلطوا الأرض مننا فدان ورا فدان، ودول مش هيرتكوا، دول ليهم مصالح، دول اللي لازم مندهمش الفرصة، ولازم نقف قصادهم وإلا هنضيع كلنا، عشان كده احنا لازم نحرص على الأرض وما ندهمش الفرصة أبدا. أيوة بابا قادر، يعني أرد على أبو ستار أقول له إيه؟ من حيث حكاية الصلح يعني أنا ما عنديش مانع، أنا موافق بس على شرط. شرط؟ شرط إيه يا بابا قادر؟ هارون يبعد عن الكفر خالص. يعني لو هارون بعد الوضع هيتغير؟ يتغير كتير يا برهومة، أصل هارون ده مش بني آدم كده لوحده، لا ده وراه عزوة، وراه ناس كتير أوي بره الكفر، لو قدرنا نبعده يبقى بعدناهم كلهم نهائي عننا وعن الأرض.